السلام عليكم. بوراني شاركت في مسابقة وليد هوب ديال رفع قامة المنتخب الوطني، ولي الشهر باش ربحت قامة المنتخب الوطني. وليد خويا ربي يوفقك مزيد من التألق والنجاح في العمل تاعك. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشارك معكم تصريحات مجيد بوغرا بعدما ان اعلن لنا عن قائمته الرسميه التي سيواجه بها كل من مباراه كل من سوريا وايضا حتى منتخب جيبوتي الوديتين. طبعا كانت عنده تصريحات واجاب عن جميع الاسئله وجميع استفساراتكم في الفتره الاخيره اللي شفتها في صندوق التعليقات وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي، ساشارك معكم تصريحاته. والذي يتكرر بشكل كبير جدا هو لماذا هذا المدرب لم يستدعي امير سعيود هداف البطوله الوطنيه، لماذا لم يستدعي؟ هذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله في هذا الفيديو، وايضا ساشارك معكم اخر اخبار محترفين. على العموم شارك معكم سبب عدم استدعاء يعني امير سعيود. في تصريحاته صرح قائلا: عدم استدعاء امير سعيود للمنتخب المحلي يعود الى التحاقه بفريقه السعودي، الذي هو بكونه هذا الفريق السعودي يعني عمل مزيه وترك هذا اللاعب يكمل الموسم مع شباب الوستاد. وطبعا اذا مشاهدين موسم البطوله الوطنيه كان متاخر وذلك بشكل كبير جدا، فهذا يعني النادي السعودي عمل مزيه وعمل فيه خير كما نقول اذا مشاهدين، وتركه من اجل يعني اكمال الموسم. فلهذا هذا اللاعب اذا مشاهدين معذور، وايضا يعني حتى مجيد بوغرا لم يستطع يعني استفاده من هذا اللاعب اللي كان لانه كان عندهم اتفاق بين الطرفين. هذا هو السبب الوحيد اعزائي المشاهدين، ويعني الخالي من الشائعات ويعني التوقعات في الفتره الاخيره، لانه كل واحد واش كان يصرح. البعض كان يقول بلي انه هذا اللاعب سيكون في المنتخب الوطني الجزائري الاول، البعض الاخر يقول بلي انه هذا اللاعب سيتعاقد مع نادي يعني اجنبي. لا اعزائي المشاهدين، بطبيعه الحال كل هذه التوقعات خاطئه تماما. وننتقل الان الى تصريحات اخرى، حيث صرح قائلا: مواجهه سوريا ستكون مفيده لنا لان هذا المنتخب صلب جدا، اي يتكلم عن منتخب سوريا، وقائلا: ويستعد لخوض تصفيات المونديال ويحضر ايضا للمشاركه في كاس العرب. صحيح ان الحارس مجادل تركته تحت تصرف المنتخب الوطني الاول، لذلك لم نقم باستدعائه لتربص محليين. يعني حاليا هذا اللاعب عبد الرحمن مجادل سيكون تحت تصرف الكوتش جمال ماضي، يعني خلافة حسب رأيي الشخصي ل يعني عز الدين دوخاء الذي هو حاليا بدون نادي وراه بعيد قليلا ونوعا ما عن لياقته البدنية. بينما صرح في نفس السياق قائلا: الفرصة مواتية لرؤية غاية مرباح الذي عاد للمشاركة مع شباب الوزداد في المباريات الأخيرة، وبن بوط الذي قدم مستوى جيد يعني في هذا الموسم مع شبيبة القبائل. صرح قائلا: النقطة السلبية خلال هذا التربص هو أن الكثير من اللاعبين رحلوا صوب الدوريات الأوروبية. وأيضا في نفس الوقت قائلا: أنا فخور باحتراف زرقان وقادري لأن هذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء منتخب المحلي، وأتمنى أن يسير الثنائي على خطى عطال وسليماني وسوداني. كانت هذه التصريحات أعزائي المشاهدين من الكوتش مجيد بوغرا الذي وضح جميع استفساراتكم في الفترة الماضية، ونتمنى له كل التوفيق في هاتين الوديتين. بينما أيضا منتخب سوريا ومدربه يعني صرح عن المنتخب الوطني الجزائري قائلا في هذا الفيديو الظاهر أمامكم قائلا: نجح الاتحاد السوري بالتواصل مع نظيره القطري لإقامة معسكر في قطر تتخلله مباراة ودية أمام منتخب الجزائر. المنتخب الجزائري سيتواجد في نفس الفترة في قطر، أين سيلعب مباراة ودية مع منتخب آخر. وقائلا أيضا: هذا الأمر سيشجعنا بعدما فقدنا الأمل في خوض أي مباراة ودية، لكن الحمد لله سنواجه منتخب الجزائري القوي. قائلا: نحن سعداء سواء كان المنتخب المحلي أو منتخب الدوليين الأول، ومن أجل الوقوف على مستوانا بشكل عملي، وكلا يعني المنتخبين للمنتخب الوطني الجزائري قوي، حسب تصريحات مدرب منتخب سوريا. لذا مشاهدين اخبرونا اراءكم في صندوق التعليقات حول هذه التصريحات، ولكي نمر مباشرة إلى الخبر الموالي. للأسف الشديد ليلة أمس يعني كان عندنا خبر مؤلم جدا، خبر محزن جدا، الا وهو اصابه نجمنا الدولي الجزائري يوسف عطال في نفس المنطقه التي كان يعاني منها في الاسابيع الماضيه، بعدما ان قلنا الحمد لله عاد هذا اللاعب الى الواجهه مع فريقه نادي نيس الفرنسي لكي يعود مع المنتخب الوطني الجزائري، وكان يعني في التشكيله المثاليه للخمس الدوريات الكبرى. ما للاسف الشديد هذا اللاعب يعني كل هذه الامور يعني راحت يعني في الباطل. هذا اللاعب راح يتغيب رسميا عن نادي نيس الفرنسي بسبب الاصابه، وايضا راح يتغيب عن المنتخب الوطني الجزائري في المباريات المؤهله لمونديال قطر سنه 2022، ونحن بحاجه الى هذا اللاعب، ولكن البديل كاين. ولكن كنت انا كرأي شخصي مني كنت اتمنى ان هذا اللاعب يكون مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن للاسف الشديد هذا اللاعب ما زالت لعنه الاصابات تطارد هذا اللاعب في مشواره الكروي. واذا بقى هذا اللاعب زي المشاهدين في نفس هذه الوتيره وايضا تكرار يعني لعنه الاصابات على هذا اللاعب، فمشواره راح ينتهي باكرا، ونتمنى هذا الشيء ما راحش يحدث، ولكن هذه الحقيقه ويجب تقبلها. فهذا اللاعب زي المشاهدين يجب ان يتخذ الاجراءات اللازمه في اسرع وقت ممكن، ونتمنى له الشفاء العاجل في اسرع وقت ممكن كذلك.
ننتقل الآن للخبر الموالي الذي يتعلق بملف نجم الجزائري ألا وهو سفيان فيغوري. حاليا سفيان فيغوري كما قلت لكم لأنه يعني حالته معقدة مع فريق غلطة سراي، ولكن أكدت لنا تقارير جديدة رسمية هذا اليوم لأنه إدارة نادي غلطة سراي يعني بعدما كانت تريد طرد هذا اللاعب من الفريق عدم تجديد عقده لأنه يتقاضى يعني مبلغ سنوي وأيضا شهري كبير جدا، فإدارة نادي غلطة سراي حاليا تبحث وعملت مفاوضات جديدة مع هذا اللاعب من أجل تجديد عقده لموسمين، والسبب هو أنه قدم لم يعني مستوى كبير في مباراة البري سيزن، وأيضا هذا اللاعب منفجر مع فريقه نادي غلطة سراي، فهذه المستويات يعني طمأنت المدرب يعني مدرب يعني دان زكريا مدرب نادي غلطة سراي بشكل كبير جدا، فلهذا طلب من إدارة نادي غلطة سراي من أجل تجديد عقده لمدة موسمين ولكن براتب أقل، فلهذا حاليا نحن ننتظر رد هذا اللاعب، يا إما راح يقبل بهذا الراتب الأقل زائد صفقة قدرها يعني موسمين مع هذا الفريق، أم أنه راح يبحث عن وجهة جديدة. وأنتم قولوا لنا ما هو أفضل حل لهذا اللاعب، البحث عن نادي جديد أم يعني البقاء في هذا النادي وإخفاض وتخفيض يعني مرتبه السنوي. على العموم راح ننتظر وراح نشوف ماذا سيحدث. اما بالنسبه للخبر الموالي والاخير، ليله امس اعزائي المشاهدين في المباراه لنادي يعني مونبولي عندما تالق نجمنا الجزائري الا وهو اندي ديلور براسيه جميله وايضا بتمريره حاسمه، يعني كانت هنالك لحظات مؤثره، وتلك اللحظات المؤثره اكدت لنا بلي انه هذا اللاعب يريد الخروج، ورسميا اتفق مع اداره نادي مونبولي من اجل تسريحه الى الانديه التي حاليا مطالبه عليه، فكان هنالك عناق حار بين هذا اللاعب نجمنا الجزائري اندي ديلور وايضا حتى يعني مالك النادي لنادي مونبولي، فكان ذلك العناق وتلك اللحظات المؤثره اكدت لنا وذلك بشكل رسمي بلي انه هذا اللاعب سينتقل الى احد الانديه، وطبعا الانديه التي عرضت على هذا اللاعب يعني صفقات رسميه عندنا نادي نيس الفرنسي الذي اكد مدربه في الفتره الاخيره من اجل التحرك من اجل انتداب هذا اللاعب وذلك بشكل رسمي وعرضوا عليه صفقه 10 ملايين يورو. اما بعد زي مشاهدين هذا اللاعب يعني كانت عنده عروض اخرى مثل يعني نادي ويست هام يونايتد ايضا، فعنده العديد من الوجهات، وايضا كان عنده عرض واهتمام مش عرض اهتمام من نادي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز، فهذا اللاعب عنده العديد من يعني الوجهات والعديد من الاختيارات، فنتمنى له انه راح يختار النادي الاصح لهذا اللاعب من اجل البقاء في اللياقه البدنيه والمكان الاساسيه بين قوسين، فنتمنى له كل التوفيق وتوقعوا معنا من هو النادي الذي سينتقل اليه، هل سينتقل الى نادي وولفرهامبتون او الدوري الانجليزي الممتاز بصفه عامه ام سينتقل الى نادي نيس في نفس الدوري الا وهو الدوري الفرنسي. فكان هذا فيديو اليوم، اخبرونا اراكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، السلام.